مما حرم الله على النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من كان هينا لينا سهلا، من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة. والمقصود من هذا أن الإنسان في تعامله مع الناس ينبغي عليه أن يكون هينا لينا سهلا، ولا يفرق ما بين قرابة وغير قرابة، ما بين مواطن ومقيم، ما بين حاضرة وبادية، ما بين كبير وصغير، وإنما يكون هينا لينا سهلا في سجيته كلها في تعامله مع من حوله.